يوم خروجنا امام مبنى ديوان محافظه البصره، وذلك للمطالبه بما وعدنا به رئيس الوزراء استنادا الى زيارته منذ شهرين الذي صادف 9 آذار، واستلم جميع المرفقات لكافه الفئات واستلم طلبنا. احنا اليوم من خلالكم نوجه رساله الى السيد مجلس الوزراء بتنفيذ ما وعد به، وخلال ايضا من الحكومه المحليه، واستنادا الى التوصيات التي تتم بين الحكومه المحليه والحكومه المركزيه. احنا اليوم عندنا هذا الكتاب، كتابنا اللي هو استلمه، واستنادا الى المنشور للسيد رئيس الوزراء اللي وعد بالمتظاهرين بالحلول الاتيه والعاجله، والى غايه اليوم لن نرى اي تنفيذ من خلال سياده رئيس الوزراء، استنادا الى كتاب ذي غار، حتى لا يقول اليوم اي محافظه دون الاخرى، هذه ذي غار عليه موافقة، كذلك هذا النجف، وهي تهميش سيادة رئيس الوزراء. فإحنا اليوم من خلال إعلامكم نطالب سيادة مجلس الوزراء بإنصاف هذه الشريحة. فإحنا ما طالعين بطر ولا طالعين، لأنه إحنا يعني جاي نشوف الناس أغلبها عوائل، أغلبها جاية هي وأمهاتها هي وأبوها، فهو لا تصدق إنه واحد إيش طالع ومن الصبح بهذه الأجواء، أجواء البصرة. البصرة جاي تحصد من أكثر الأمراض بالبصرة، الحقول النفطية كلها بالبصرة، وبينما إنه أغلب أبنائها ما جاي تتعين. زين إحنا ليش وقت تتعين؟ أنا من 2017 لحد الآن ما متعينة، والموجودين أغلبهم مثل حالي. إحنا نريد استثناء باعتبار إنه إحنا نعرف هاي الدرجات الوظيفية مثل ما صارت قبلها، نص الدرجات تتوزع وكل شيء ما راح نحصل. كملت كلية التربية، صار لها 4 سنوات، خريجة 2019 لحد الآن تعيين ماكو، وهذا رجال متقاعد وصاحب عائلة 14 نفر برقبتي، وأريد له تعيين. كل ما أقدم بالمحافظة أقدم منها تعيين ماكو، هي وعد ولد يداوم كلية حقوق، وأنا بالنسبة لي رجال تعبان وضعيف الحال، وين ما أروح أنا لأي مكان ما يمشي تعيينها، يا أقدم له المعاملة باكر عقبه وهذا والوراء وكل شيء ماكو. تعينت ناس وإحنا ظلينا ناس، إحنا فقراء وصاحبين عوائل وقوة جايبين العيشة قوة، فجاي ناشد الحكومة العراقية ورئيس وزراء أن ينظر بقضيتنا وينظر بقضية الطلاب الخريجين اللي موجودين حاليا ويانا. زين، لأن احنا كلنا صاحبين عوائل وما نقدر حتى على العيشة ما نقدر. احنا كخريجين طلعنا نطالب مطالبنا، مطلبنا الاستثناء، لأن تهمشنا بال 36,000 درجة وظيفية وبال 55,000 مال تربية، يعني أسمائنا راحت، أكثرهم اللي طلعوا ما هم أمية وما عندهم أي شهادة، صفر للأحزاب، أسمائنا راحت. احنا نطالب مطلبنا اليوم الاستثناء، الاستثناء ما نتراجع إلا نحصل الاستثناء. أنا أوجه رسالتي إلى ديوان محافظة البصرة على رأسها الشيخ أسعد العيداني. اليوم أنت عندك درجات وتقدر تحل مشاكل، إحنا صارنا 3 سنوات نظاهر. أنت إذا أطلقت هذه الدرجات بدون ضم المعتصمين، شنو اللي سويته؟ شنو المشكلة اللي حليتها؟ يعني باكر راح تطلع الوادم عليك نفسهم، هذا صار 3 سنوات الظاهر على مود لقمة عيش، يعني 3 سنوات الظاهر وتجي درجات، واللي هو كان السبب 99.9% هو اللي جابها وما حصل من عندها، مثلا راح يسكت هم كذلك، هم راح يطلع الظاهر وما حلينا مشكله. فاحنا نطالب من دوله رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، كذلك من الشيخ اسعد العيداني محافظ البصره، ان يوجد حل لهذه المعضله اللي صارت 3 سنوات، واكو مستند. احنا هاي السنين مو احنا سنيناها، احنا من اثر الدرجات فرحنا وقال تقديم بانسيابيه وفرحنا، قلنا كل من ياخذ حقه. بس اليوم انت اليوم تتفاجئ نشوف تفضل محافظه النجف ومحافظه ذي غار عن البصره، المفروض البصره تتفضل عن الكل، بس هذا الشيء ما موجودنا. فاحنا نطالب من الحكومتين المحليه والاتحاديه بحل هذه المعضله وانصاف المعتصمين اسوه بباقي المحافظات.